بسم الله الرحمن الرحيم. مشاهدينا ومتابعينا الكرام، اسعد الله صباحكم بكل خير وبركة. نرحب بكم ونحييكم أجمل الترحيب من هنا من ميدان التحدي لسباقات الهجنة العربية الأصيلة في هذه التحديات الخاصة لسن الحقائق في هذا اليوم المبارك الجمعة، مع تحديات سن الحقائق الخاصة لشعارات أصحاب السمو الشيوخ والسعادة. نسير مع البداية، نتابع الشهنية على المركز الأول لسعادة الشيخ علي بن عبد الله بن محمد آل ثاني مع المضمر بسفر بن علي بن عبيد السناري من يتابعها في هذا الانطلاق، بينما المركز الثاني يتقدم شعار هجنة الشحانية بمتابعة المشاغب محمد بن خالد بن عبد الله العطية، يتواجد مع ثاني المراكز ويقدم لنا كيف من تحتل المركز الثاني. المركز الثالث وصلت في هذه اللحظات نشبة لسعادة الشيخ محمد بن خالد بن جاسم بن محمد آل ثاني والمضمر محمد بن سيف أبو سعيد الخيارين يحتل المركز الثالث، بينما الدخول من قبل مشاهدينا الأعزاء القادمة ثمينة والمعلنة لهذا التحدي، أو هنا الشعار الغرفاوي ينطلق مع الزعبي، يتواصل الشعار الغرفاوي في المركز الثالث، غير في هذه اللحظات ويقدم لنا مشاهدين الأعزاء سلهودة لسعادة الشيخ محمد بن حمد بن جاسم بن فيصل آل ثاني والمضمر سعيد بن راشد الزعبي، بينما المركز الخامس خامس التحديات تفاوض لسعادة الشيخ عبد الله بن عبد الرحمن بن سعود آل ثاني. هذه النتيجة مشاهدي الأعزاء لمركزنا الخمس الأولى لندال الأول، ونذكر جميع المضمرين بأن جائزة هذا الشوط سيارة رصدت للفائز بالمركز الأول نيسان بترول بيكاب، تنتظر الفائز بالمركز الأول. نعود إلى أول المراكز اللي غيرت هذه اللحظات مشاهدينا الأعزاء، كيف من هجنة الشحانية والمضمر المشاغب محمد بن خالد بن عبد الله العطي يقدم كيف، ولكن الدخول يا سلام، حصل دخول من قبل تفاوض لسعادة الشيخ عبد الله بن عبد الرحمن بن سعود آل ثاني، بينما المركز الثالث من الجانب الآخر تتقدم هزر لهجنة الشحانية والمضمر المشاغب محمد بن خالد بن عبد الله العطية، ومن الجانب الآخر يتقدم الشعار الغرفاوي مع سلهودة لسعادة الشيخ محمد بن حمد بن جاسم بن فيصل الثاني والمضمر سعيد بن راشد الزعبي، بينما المركز الخامس نتابع القادمة مشاهدي الكرام، نوتة لسعادة الشيخ عبد العزيز بن حمد بن خالد بن أحمد آل ثاني والمضمر محسن بن علي بن مبارك الفراج، من غير في هذه اللحظات إلى ثاني المراكز، ولكن مودة يا سلام، مودة ما جبنا لها طاري إلا غيرت على الصدار يا سلام، مع الكيلو المتر الأخير هذه مودة لسعادة الشيخ عبد العزيز بن حمد بن خالد آل ثاني، محمد بن برقاب بن مقارح المري بالتضمير والمتابع على أول المراكز. المركز الثاني نوت لسعادة الشيخ عبد العزيز بن حمد بن خالد بن حمد آل ثاني والمضمر والمتابع محسن بن علي الفراج، ولكن وصل الشعار الغرفاوي مع ثالث المراكز، يقدم لنا مشاهدي الأعزاء سلهودة لسعادة الشيخ محمد بن حمد بن جاسم بن فيصل الثاني والمضمر سعيد بن راشد الزعبي، ولكن القادمة في هذه اللحظة زاهية قادمة لأول ندى لسعادة الشيخ فيصل بن حمد بن جاسم بن فيصل الثاني، ومدهش المضمرين سالم بن عامر المدهوش يتسلل من مركز إلى مركز، ولكن نعود إلى البداية، نعود إلى نوت، يا سلام يا سلام يا البداية، يا سلام يا المقدمة، تنطلق مشاهدي الأعزاء وتتواجد نوت لسعادة الشيخ عبد العزيز بن حمد بن خالد بن أحمد آل ثاني محسن بن علي بن مبارك الفراج المري بالتضمير وبالقيادة مع الأمتار الأخيرة. هذه نوت تحصد السيارة في هذا الشو، تهانينا ونمس لسعادة الشيخ عبد العزيز بن حمد بن خالد بن أحمد آل ثاني على فوز نوت بالمركز الأول. المركز الثاني وصلت مودة لسعادة الشيخ عبد العزيز بن حمد بن خالد آل ثاني. المركز الثالث وصلت في مشاهدي الأعزاء زاهية لسعادة الشيخ فيصل بن حمد بن جاسم بن فيصل الثاني. المركز الرابع كان الوصول مشاهدي الأعزاء سلهودة لسعادة الشيخ محمد بن حمد بن جاسم بن فيصل الثاني. المركز الخامس وصلت في مشاهدي الأعزاء وجاءت في تفاوض لسعادة الشيخ عبد الله بن عبد الرحمن بن سعود آل ثاني. تهانينا وناموس مشاهدي الأعزاء
لمالك نوت من فازت بناموس هذا الشوط وحصدت السيارة في هذا الصباح الجميل بشعار سعادة الشيخ عبد العزيز بن حمد بن خالد بن احمد ال ثاني. نهني المضمر محسن بن علي بن مبارك الفراج 4:25 بدون اجزاء من الثانيه. تهانينا والناموس المركز الثاني. وصلت مشاهدي الاعزاء موده وتوقيت موده 4:26 ست اجزاء من الثانيه. تهانينا والناموس لسعاده الشيخ عبد العزيز بن حمد بن خالد الثاني. والثاني الى المضمر محمد بن برقاب بن مقارح المري المركز الثالث. هذه زاهية لسعادة الشيخ فيصل بن حمد بن جاسم بن فيصل الثاني. والتوقيت الزمني مشاهدي الاعزاء لحظة وصول زاهية الى ثالث المراكز 4:28 خمس اجزاء من الثانية. التهنئة الى المضمر سالم بن عامر بن راشد المدهوشي.